صباح الخير أعزائي الطلاب، مع محاضرة جديدة في مناهج البحث الإعلامي. كنا اتكلمنا في لقاءات سابقة عن تعريف البحث، وكنا اتكلمنا عن مراحل البحث العلمي، وكنا اتكلمنا عن اختيار المشكلة البحثية وصياغة الفروض والتساؤلات وأهميتها في البحث العلمي. النهاردة نتكلم مع بعض في مناهج البحث وأدوات جمع البيانات. هناك الكثير من المناهج المستخدمة في البحث العلمي الإعلامي، وما أقول كلمة منهج اللي هي طريقة أو نظام عمل. في الحقيقة في العلماء صنفوا الدراسات الإعلامية والبحوث الإعلامية لعدة تصنيفات، في تصنيف على أساس طبيعة البحوث وقسموها إلى بحوث أساسية وبحوث تطبيقية. أساسية بتغلب عليها الجانب النظري، تطبيقية بتكون جانب تطبيقي في ميدان العمل الإعلامي. تصنيف آخر حسب المنهج، وفي بحوث وثائقية وبحوث ميدانية. وثائقية تعتمد على عينات من اللي هي التوثيق، الحاجات المحفوظة في الأرشيف أو محفوظة في وسائل حفظ البيانات، زي بحوث تتبع المنهج الإحصائي وبحوث تاريخية وتحليل مضمون ومحتوى. البحوث الميدانية وهي التي تطبق في الميدان، يعني بين الناس في أماكن العمل، زي البحوث المسحية ودراسة الحالة والبحوث الوصفية الأخرى. النوع الثالث البحوث التجريبية، وهي التي تطبق في المعمل وبتكون فيها ضبط المتغيرات الدراسة الموجودة. التصنيف الثالث حسب جهات التنفيذ، وفي دي بحوث أكاديمية وبحوث غير أكاديمية. أكاديمية تقوم بها جهات علمية تعليمية أكاديمية، بحوث غير أكاديمية بتقوم بها جهات متخصصة. الأكاديمية في منها نوعات كثيرة، في بحوث اللي هي البحوث الجامعية الأولية، ودي تعتبر زي تقرير تخرج بيقوم به الباحث في البكالوريوس، في بحوث الماجستير والدكتوراه، في بحوث تدريسية يقوم بها أساتذة الجامعات للترقية لمستويات عليا. مناهج البحث الإعلامي كثيرة متنوعة، لعل أهمها المنهج الوصفي. والمنهج الوصفي في الحقيقة منهج مهم جدا، ولكن هناك بعض الاعتراضات على هل المنهج الوصفي هو منهج دراسة ولا نوع دراسة. في الحقيقة هو يعني مع الخلاف، هو نوع من الدراسات تعتمد على وصف الظاهرة الموجودة. النوع الثاني وهو المنهج المسحي، ومنهج المسحي يعني مسح العينة أو مسح الجمهور، يعني ينقسم إلى مجموعة من المسوح. في عندنا مسح الرأي العام اللي بيتم جمع آراء وأفكار من الجماهير، في المسح الجمهور وسائل الإعلام وهو بيتعرف على الآراء والأفكار الخاصة بكل جمهور وسيلة معينة، وفي عندنا مسح وسائل الإعلام وهو مسح بيهتم بدراسة وسائل الإعلام الموجودة وخصائص كل وسيلة على حدة وجمهورها وكيفية الاستفادة منها، وده بيستفاد منها في عمل الحملات الإعلامية التخصصية. في عندنا مسح أساليب الممارسة الإعلامية، وده في الحقيقة بيهتم بمسح اللي هو الأطر التنظيمية والفلسفات الخاصة بالجهات الإعلامية المختلفة، أو ما يسمى بالاتصال التنظيمي داخل هذه المؤسسات. في تحليل المضمون كنوع من أنواع المسوح، ده بيكون مسح الأشياء أو تحليل مضمون لمحتوى أو محتويات إعلامية مختلفة. منهج بعد كده هو منهج دراسة العلاقات المتبادلة، وده بيشمل مجموعة من المناهج زي دراسة الحالة كيس ستادي، وهي بنتولى من خلالها دراسة حالة إعلامية واحدة، زي مثلا دراسة وسيلة إعلامية، دراسة محطة إذاعية، دراسة صحيفة معينة.
في النوع الثاني من العلاقات المتبادلة، وهي دراسة أو دراسات سببية مقارنة، ودي بيكون بنحاول من خلالها إن احنا نشوف الأسباب وراء ظواهر معينة، ونقارن بين يعني ممارسات إعلامية مختلفة أو بين قنوات مختلفة أو مدارس إعلامية مختلفة، ولتكن مثلا مدارس شرقية وغربية أو أوروبية وعربية وهكذا. في بعد كده عندنا المنهج أو المنهج الخاص بالسببية أو دراسة اللي هو المقارنات والسببية، له خصائص مختلفة لعل أهمها اللي هو بيتعامل مع وحدات كبيرة مختلفة أو متشابهة. الحاجة الثانية اللي هو يتناول منهج المقارن المجتمعات المختلفة أو الثقافات المختلفة في إطار معايير يجتمع لها قدر من الاتفاق. بيقوم هذا المنهج على متابعة الأحداث والآراء والموضوعات المختلفة مع بعضها البعض. بعد كده في عندنا اللي هو دراسة أو اللي هي دراسات رقم جيم، دراسة اللي هي الارتباطية، ودي بتكون بتحاول أن توجد الارتباط ما بين المتغيرات المختلفة. بكده اتكلمنا مع حضراتكم عن المنهج رقم 3 اللي هو منهج العلاقات المتبادلة، وقسمناها لدراسة الحالة والحاجة الثانية وهي دراسات سببية مقارنة، ثم دراسات ارتباطية، وقلنا بيبقى فيها ارتباط بين المتغيرات المختلفة وسواء كانت طردية أو عكسية، زي ما قلنا في المحاضرة السابقة دراسات إيجابية يعني في علاقات إيجابية أو علاقات سلبية. النوع اللي بعد كده في المناهج هو المنهج التاريخي، وقد يعني يتحدث يعني جمهورنا العزيز أو أبنائنا الأعزاء يقولوا إزاي إحنا نتكلم في منهج تاريخي في الإعلام. أقول له طبعا ده موجود في الإعلام ومهم جدا، هو تتبع تطور الإعلام أو وسائل الإعلام في العالم وفي أماكن معينة. يعني بحب مثلا أول نشأة التلفزيون في مصر، ده محتاج دراسة تاريخية تتبع من خلالها دخول التلفزيون كوسيلة إعلامية إلى مصر، بداية من القانون اللي سمح بدخوله، القانون اللي نظم ممارسته كان تابع لمين في البداية، ثم تطور بقى تابع لمين وهكذا. كل هذه الأشياء تتبع تاريخي تعتمد على وثائق تاريخية مختلفة. بعد كده في عندنا اللي هو المنهج التاريخي، بعد كده في عندنا في هذه المناهج بيكون طبعا محتاج إلى اللي احنا نحاول أن نجمع وثائق كثيرة. هذه الوثائق تساعد على اكتشاف معلومات هامة في تاريخ الوسيلة، ولعل أهمية البحث التاريخي بتكمن في الكشف عن ما هو غير مألوف في الأحداث التاريخية التي لم تسجل. يعني دايما البحث التاريخي بيجيب وثائق في حاجة اسمها لو التواتر في علم الحديث، اللي هو ورود المعلومات في أكثر من جهة، يعني مثلا زي مضابط مجلس الشعب، زي مثلا قرارات رئيس الوزراء، قرارات رئيس الجمهورية، قرارات وزير الإعلام، دي كلها أشياء كلها مع بعضها بتحاول أن تجمل أو نخرج منها بموضوع معين أو معلومة معينة. الحاجة الثانية في الخصائص المنهج التاريخي وهو الإجابة عن الأسئلة الخاصة بأحداث الماضي، يعني مثلا بنتكلم على الصحفيين ومشكلاتهم مع الدولة وهكذا، أو الإعلاميين بيكون والله اللي فيه أسباب تاريخية وراء هذا الموضوع، مثلا تعامل مثلا معين في مرحلة معينة في حقبة معينة، النظام الملكي، النظام ثورة 52 وهكذا. الحاجة بعد كده بيبقى عندنا في ارتباط أو علاقة بين الماضي والحاضر، وآخر حاجة بتسجل وتقيم إنجازات الأفراد والمنظمات والمؤسسات. ده متعلق بالمنهج التاريخي. اتكلمنا في هذه المحاضرة عن المناهج البحث الإعلامي. لحد كده ننتهي من محاضرة اليوم. إن شاء الله المحاضرة القادمة هتكون في أدوات جمع البيانات. لحد كده نكون انتهينا من محاضرة اليوم.
إلى اللقاء.